أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رب العالمين عندما يصف الشيء بالكثير أو بالعظيم، هذا الوصف الصادر من رب العالمين يشعر بعظمة الشيء حقيقة. نحن بني آدم كثيرا ما نبالغ، يقول رأيت منظرا مثلا عظيما، فلان له مال كثير، نحن هكذا، ولكن الله عز وجل بيده ملكوت السماوات والأرض عندما يقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا المقام عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وكذلك عندما يصف الحكمة بأنه الخير الكثير، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طبيعي هذا المعنى، نعم هبة إلهية يؤتي الحكمة، هذه الحكمة لا أحدنا لا يحصل عليها في المدارس أو في غير ذلك، هذا كما يقال أمر هبتي إعطائي من الله عز وجل، ولا يعطيه إلا الخواص من عباده المؤمنين. ولهذا القرآن الكريم جعل الحكمة في مقابل الكتاب. الكتاب المتيقن منه هو القرآن الكريم، في مقابل الكتاب هنالك الحكمة أيضا. طبعا إذا لم نجعل الحكمة هنا تفسيرا للكتاب. بعد هذه المقدمة دعونا نتكلم عن موجبات الحكمة وآثار الحكمة. أولا، من طرق الحكمة الجلوس مع العلماء والحكماء. الحكيم هنا المراد به العاقل الذي يعلم تكليفه. نعم العالم الحكيم الجلوس معه هذا قد يورثك الحكمة. ولعلمك جلوسك الآن في هذه الساعة نتعلم الحكمة، لأن ما نقوله من كلام أهل البيت عليهم السلام وهم معادن حكمة الله. أو تعلم أن جلوسك في هذه اللحظات في حكم العبادة بل أعظم من بعض العبادات؟ من أين؟ الرواية عن النبي الأكرم: كلمة الحكمة يسمعها المؤمن خير من عبادة سنة. كلمة واحدة فيها حكمة هذا خير من عبادة سنة. الحكيم ليس بنبي، لقمان ما كان نبيا، ولكن النبي كما روي عنه يقول كاد الحكيم أن يكون نبيا. انظروا إلى عظمة مقام الحكمة، يبدو بعد النبوة والوصايا مقام الحكمة. مع ذلك بعض الأوقات تصدر من غير الحكيم كلمة حكمية، اغتنمها، ما المانع؟ لا يعقل أن نقول أن كل ما يقوله غير المؤمن باطل محض. يتفق إنسان يقول كلاما طيبا، خذ هذا الكلام ولو من غير المؤمن. لقد سمعتم الحكمة ضالة المؤمن، خذ الحكمة ولو من أهل النفاق، وفي رواية ولو من أفواه المنافقين. إذن المؤمن يهمه ما قيل، لا يهمه من قال. إذن هذا أيضا من صفات المؤمن. الآن ما هي علامات الحكيم؟ الحكيم إنسان له وقار بين الناس،
الإنسان الذي يمزح كثيرا بلا وجه، الإنسان الذي يكثر من الهزل، هذا ليس بحكيم. أمير المؤمنين يقول هكذا: من عرف بالحكمة لحظته العيون بالوقار والهيبة. الحكمة من موجبات الهيبة والوقار، ومن لا وقار له لا حكمة له. طبعا المؤمن ينبسط أي يرتاح في الكلام مع أقرانه. إذا رأيت مؤمنا يرتاح في الحديث مع غير مؤمن، اعلم أنه ليس بعاقل. العاقل الحكيم هكذا يتودد إلى المؤمنين: ما لك وغير المؤمن. أمير المؤمنين، أئمتنا يذكرون جزئيات الأمور: ليس بحكيم من ابتذل بانبساطه إلى غير حميم. الآن الحميم الوالدان، الحميم الزوجة، الحميم الأخ المؤمن، لا تنبسط إلى غير الحميم، كن ثقيلا وقورا. ولكن مع الإخوان، مع الوالدين، مع الزوجة، نعم انبسط. انبسط يعني اخرج من حالة ما يعبر عنه هذه الأيام بحالة الرسمية. الآن إنسان تزوج امرأة وأنجب منها، وبعد الأيام، بعد مرور الأيام، علم أنها لا تصلح له. امرأة على كل حال ليس لها ذلك الإيمان الرادع، سيئة الخلق، ولكن ماذا تصنع؟ تزوجتها الآن كما يقال تورطت معها، أو العكس، مؤمنة صالحة مدح لها فلان وبين قوسين لا تزكي أحدا للتزويج إلا وأنت مطمئن. بعض الناس يعتمد على تزكيتك فيتورط بهذا الرجل أو بالمرأة. الآن إنسان تورط، زوجة متورطة، زوج متورط، ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا بد من معاشرته. ماذا تصنع؟ هذه الزوجة كما يقال لا بد أن تعيش معها، انتهى الأمر. أيام الخطوبة والعقد كان لك مجال التراجع، بعد أن اشتعل الرأس شيبة تريد أن تطلقها، هذا لا يعقل. كن حكيما، اصبر على أذاها. أيتها المرأة كن حكيمة، اصبري على أذى الرجل. ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا بد من معاشرته. إلى متى؟ تقول إلى متى أصبر؟ يقول حتى يجعل الله له من ذلك مخرجا، إما بموت أو بإصلاح. هذه المرأة وهذا الرجل على كل، قل يا رب امنحني خيرها واصرف عني شرها، وهكذا العكس. كلامنا في الحكيم والعاقل: من علامات العاقل أنه لا ينزعج من قول الزور فيه. أنت إنسان تصلي في المسجد في أول الوقت، أشيع عنك بأنك تارك الصلاة، تضحك على صاحبه، هذا كلام زور لا تنزعج أصلا. أنت مؤمن تغض بصرك، البعض يقول فلان رأيناه في الأسواق يتكلم مع غير المحارم، ما لك وهذا الكلام؟ ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه، ولا بحكيم من رضي بثناء الجاهل عليه. إنسان يراك لأول مرة يقول ما شاء الله، ما هذا النور في وجهك، رآك لدقائق اكتشف فيك النور، هذا الثناء لا قيمة له. الذي يرضى بثناء الجاهل هذا الإنسان ماذا؟ إنسان غير حكيم. كلمة أخيرة: من علامات الحكيم، وسنذكر قصة قصيرة عن لقمان. لقمان كان في زمان داود عليه السلام
أو قل عليهم السلام. الإنسان بتعبيرنا الدارج الفضولي المتطفل هذا ليس بحكيم. رأى لقمان داود النبي وهو يعمل عملا ملفتا، يدخل حلقة في حلقة، هذا أشبه بالنعم بلعب الأطفال. الأطفال يركبون الحلقات بعضها في بعض. نبي الله داود نبي عظيم، كيف يقوم بهذا العمل؟ لو كان أحدنا مكان لقمان أول ما يسأل: يا نبي الله ماذا تصنع؟ أراد أن يسأل ما هذا العمل الغريب، فأدركته الحكمة فسكت. مالي والتدخل في شؤون الأنبياء؟ نعم سكت. فلما أتمها داود لبسها وقال: نعم لبوس الحرب أنت، يعني يخاطب الدرع، يقول: هذا الدرع الآن، هذه الحلقات صارت درعا، رأيت في المسلسلات هكذا يلبسون الدرع مجموعة من الحلقات المتشابكة. فقال نعم لقمان قال عفوا لقمان قال نعم الصمت حكمة وقليل فاعله. أنا سكت، ولكن نبي الله داود هو بين لي ما هذا الشيء. لو تكلم لقمان لما كان حكيما. داود عليه السلام على نبينا وآله عليه السلام أيضا مدح لقمان، قال: بحق ما سميت حكيما، سكوتك هذا دليل على حكمتك. المؤمن طبعه على السكوت إلا ما خرج بالدليل. إلهي بحق أوليائك اجعلنا من عبادك الحكماء، اللهم هب لنا ما وهبت لأوليائك، أبلغ سلامنا في هذه الليلة وفي كل ليلة إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.